هادشي ديال الحريق كنا تدمرنا. مو مسكينه كانت ناسه السبيطار ديال رازي وعندها الميكرو في راسها اللي تفتح عليه، وانا هي من السبيطار نهار الحكم جيت، كلشي العيالات شافوني حاضره من السبيطار، جيت كيعيدوا لي الباس جيت، وانا اللي كنتبعو في اي بلاصه. انا اللي كنتبعو في اي بلاصه هو تشد على على كانت عنده غير شي كميه ديال الحشيش يكميها، هادشي علاش تشد. بقات لي 16 يوم وغيخرج، من بقات لي 16 يوم حتى قالوا لينا داو الرماني، قالوا لينا راه عنده تعرض. هي هذيك منين مشينا لعندو تمايا لقيناه داين، نهار 27 شهر 10 داو داو لي تعرض، جابوه هنايا لسنا، سنا على سنا بان زعما راه هما كاملين الدراري كاملين هما اللي دايرين الماتش الحارق. وسمعنا ومين مشينا للمحكمه ديال السيناب، حكموا عليهم 24 عام، من داز من عاوتاني مره اخرى عاوتاني تحكم نقصوا ليهم 14 عام. في الحكم الاخر جانا قاصح زادوهم 10 سنين، وهم دراري كاملين صغار والامهات كاملين مساكين كيتعذبوا كاملين، غير الحاله ديال مو مو كندفعوا غير في الكروسه، هاي في الكروسه راه كلشي العيالات شافوها هاي في الكروسه، وانا مريضه بالقلب وكنتبعها، عمري ما عمري ما تخليت عليه. نهار اللي وقع المشكل خرجت اذاعات رسميه، اذاعات نقول اذاعات رسميه انذاك، وباقي كلشي مسجل، كتقول بان غير سيركوي سيركوي وقع داخل السجن الاحداث دوزيام بي 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 بسالة المعروف بالسجن المحلي المراقب بالزاكي. فلهذا دازت واحد الاسبوع هادي ما بقاتش راه وقع سيركوي لا هادي. فلهذا حنا دائما ما تنقلبوش دابا على الحقيقه ولا اللي عطى الله عطاه كما تنقولوا، كنطلبوا واحد الرحمه من الله سبحانه ومن ملك البلاد الله ينصره ويشافيه والاسره العلويه. ونعتز دائما من تنقولوا حنا عندنا ملك في هذه البلاد المحترمه، وكذلك نناشد الجمعيات الحقوقيه، نناشد السيد رئيس النيابه العامه، نناشد السيد رئيس المجلس الاعلى للسلطه القضائيه، نناشد المجلس الوطني الاستشاري لحقوق الانسان، نناشد السيد وزير العدل وكاع الجهات المعنيه انها تكون واحد الرحمه لهاد الاطفال، نعتبرهم قاصرين لا من الناحيه القانونيه لا من الناحيه، لان باش غنعطيو تشديد العقوبه على 33 واحد راه صعيبه لينا احنا كمجتمع، صعيبه المؤسسات وصعيبه حتى لهاد الوالدين. كما قالت الاخت توفى وربعه ديال الناس حضروش ليهم وليداتهم، هذه محنه حنا قبلناها ولكن كنطلبوا شي استعطاف عند صاحب جلاله الله ينصرو الله ينصرو ويخليه لينا وجميع الجهات المعنيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا لكم خوتي المغاربه فيما كنتو داخل الوطن وخارج الوطن، كنطلبكم استعطفوا معنا الاعتطاف شويه ديال الرحمه، الله يرحم لكم الوالدين، غير تكونوا معنا في جنبنا غير بالدعاء ديالكم، غير بالدعاء ديالكم راه كل ام غادي تحس بينا، اللي راها والده ومجربه وهذا راه غادي تحس بينا غير بالدعاء ديالكم، الله يرحم لكم الوالدين. ولهذا كما قال الاخ رضوان خذوا بعين الاعتبار هاد الاطفال مقصرين، كانوا احداث في ديك الساعه اللي راها وقعت الواقعه، كانوا احداث ما عارفينش ما واعيينش وما مستوعبين حتى شي حاجه. الله يجازيكم بخير، هادشي اللي كنطلبوا، كنطلبوا من جلاله الملك، جلاله الملك نصره الله يشوف من حال هاد الوليدات، يشوف من حالهم بالرافه والرحمه، لو غالطين او ما غالطينش دايرين او ما دايرينش يا ربي ترحمهم في الدنيا قبل الاخره، يا ربي يرحم من في السماء في الارض يرحمكم من في السماء. هادشي اللي تنطلبوا من جلاله الملك يشوف من حالهم، والله يجازيكم بخير، ووزاره العدل حتى هي تقوم بالدور ديالها باستعطاف وشكرا. السلام عليكم. كنحيي موقع عبير لي كنعتبره موقع جاد، رضوان بوراغ رئيس الجمعيه المغربيه لدعم وادماج السجناء. نحن كما قلت سابقا في المؤازره ديال عائله المعتقلين بما يسمى باضراب النار بالسجن المحلي سلا سابقا. اليوم التواجد ديالنا مع هاد الناس هادو
مؤازرة، لأن كنشوفوا واحد حكم جماعي في حق واحد الأطفال اللي هما قاصرين ليس بالرشداء. كنطلبوا من الله سبحانه، من الملك ديالنا ومن المصلحة العفو الجنائي والإفراج المقيد بوزارة العدل. هاد الناس ديالنا أستاذة المحترمة راكي كتشوفي أنهم واحد الناس مساكن اللي كيبكيو بعيونهم وبقلوبهم، كاين اللي مبقاش كياكل، كاين اللي مرض. كنشوفوا واحد 33 شاب في مقتبر العمر والزهور، عندهم واحد الأمان إن شاء الله في الحياة، بحالهم بحال خوتهم المواطنين المغاربة من طنجة الكويرة. هاد الناس هادو بالفعل تم الحكم جنائي ابتدائي 24 سنة، دازوا المرحلة الاستئنافية، بالفعل نقصوا لهم حيدوا لهم 14 سنة. قلنا جميل، تهدنوا شي شوية، قالوا ماشي مشكل، ولادنا دايرين ولا ماشي دايرين. حتى احنا بقى فينا واحد السيد توفى، ما عرفناش شنو وقع له داخل السجن، الله أعلم به، والله يرحمه من البر وعزاء العائلة دياله ويكون من أهل الجنة صادقين لجميع الأموات. هنا أستاذة المحترمة بصفتنا كجمعية حقوقية ما عرفناش شكون الفاعل الرئيسي، شكون اللي حرق، واش فلان ولا فلان ولا كذا. تم حكم جماعي برقم 1001. فلهذا احنا كنناشدوا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كنعتبره واحد الشخصية نادرة تتعامل مع الأحداث بكل صراحة ووضوح، مسيرة الحكمة والاعتدال، حفظكم الله سيدي. أما بعد، عندنا واحد اليقين في السيد الوزير اللي كيفعل نهار اللي شد الوزارة ديال العدل، الأستاذ المحترم السيد الوزير المحترم عبد اللطيف وهبي، اللي كيفعل الإفراج المقيد بشروط. هذا هو الأمل اللي بقى لنا، والأمل الثاني هو العفو الملكي اللي غادي نتوجه له جماعة. يعني طالب غادي يتحط فردي ديال كاع العائلة ديال النزلاء، كاين مسكين اللي مات لأمه، كاين اللي مات لباه، كاين اللي كتنوب علو مثلا خالته، كاين اللي كتنوب علو عمته. كنعرفوا المصروف ديال السجون، كنعرفوا الطريق، لأن يعني علاش هاد النزلاء هادو تشتوا بهاد العبارة، بحال مش هذاك الدوسي ديالهم عندك ونجمعوهم. كاين اللي كاين عندنا في مكناس، كاين اللي عندنا في سوق العربة، كاين اللي عندنا في الرماني، كاين اللي عندنا في بن سليمان، كاين اللي عندنا في خنيفرة، كاين اللي عندنا في سجن هادو السجون. يعني ماشي باس كيتنقلوا هاد العائلات ويمشيو يزوروا وليداتهم. باش ما نطولش عليك أستاذة المحترمة، أنا ما عنديش تشكيك في القضاء، ما عنديش تشكيك في حتى شي حاجة. حنا كنطالبوا كحقوقيين، لأن شناهم أزرتهم من البداية، ولكن الحمد لله نقص استئناف وهادي ما كاين باس. كاين اللي بقات ليه 20 يوم، كاين اللي بقات له 16 يوم ويغادر السجن، كاين اللي خرج وعاود جابوه من دارهم، قالوا لي لا جير راك حرقت. مع العلم راكي كتسمعي قبل ما ندخلوا في الموضوع كله واش كيقول، كاين اللي كيقول له ولد انا ما حاضرش، انا ما كنتش في ذاك الغرفة كاع اللي تحرقات، انا ما كنتش. حنا كنعرفوا الإصلاحية البيبي ديال الدوزيام بيبي ديال سلا، كاين الامل وكاين العزيمه. يعني الامور واضحه، راه هاكا واضح والباب ديالو كيشوف الملعب. يعني ما فهمتش انا الحريق السبت عاود تعاود الحد، وعاود هاد الناس هاد الشباب انت كتشوفيهم 33 شخصيه، كان المجموع 90. احنا ما كنطلبوا تشديد العقوبه لحتى شي شخص، ما كنطلبوا 90 ولا اللي خرج الله يسهل عليه يشوفوا من حال هاد الوليدات، هاد القاصرين، هادو قاصرين ماشي رشداء. حتى في الحكم خصهم يدوزوا في 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 الاحكام ديال القاصرين. ولهذا من هذا المنبر دائما وتنعاودها كنطلبوا سيدنا الله يشافيه والله يخليه لينا. هاد الناس من جلسنا كلمه عاش الملك ما عمرها تحيد من فمنا ومن قلبنا. شوفوا من حال هاد العائلات، شوفوا من حال هاد الشباب اللي ضريفين اللي تيقراو اللي كل واش اشنو وقع عليه. أستاذة المحترمة كنخلي الكلمة لبعض العائلات، ما نطولش عليكم لأن عجز اللسان على الكلام، ودائما عندنا الثقة وعندنا الأمل وعندنا واحد الباب كبير اللي مفتوح رحمة الله
والملك ديالنا اللي كنعتزوا به اللي كنعتزوا به دائما، وحنا فرحانين لان مغاربه وعندنا ملك وعندنا واحد القرار.